اهم حاجه اسلام ان اللعيبه دي فرحت جماهير النادي الاهلي والشعب المصري ككل، وخصوصا اللي موجودين في السعوديه. يعني تخيل لما كنا موجودين يا احمد في الدول العربيه وبنلعب مباراه تكريم او مباراه احتفاليه بهذا الشكل، صح. شوف بقى فرحه المصريين النهارده. المصريين هيعيشوا فتره الاجازه بتاعته يا كابتن اسلام، او فتره العمل بتاعته طوال السنه وهو رافع راسه، لان النادي الاهلي شرفهم. النادي الاهلي عمل اداء يشرف جماهير النادي الاهلي في السعوديه، ويشرف المصريين في كل مكان. وهو ده النادي الاهلي، هو ده سمه البطل. النادي الاهلي في اي مكان فعلا سفير للكره المصريه. النادي الاهلي النهارده اسلام عايز اقول لك هو صانع السعاده ورسم الابتسامه على جميع المصريين. عايز اقول لك انا جاي من محافظه من ضمن المحافظات، قلت لك محافظه المنوفيه، كنت موجود النهارده في مركز شباب الباجور. الملعب كله يا اسلام موجود شاشه وجماهير صغار وكبار وشيوخ، ومع كل هدف بيتسجل شوف هتافات الجماهير النادي الاهلي، وشوف الحب، وشوف الاخلاص. يا ريتك قلت لنا كنا بعتنا. والله العظيم يا كابتن اسلام مهمه جدا ان تطلع كاميرا تسجل الحاجات دي. يا ريتك قلت لنا والله يا كابتن اسلام، حاجه تفرح. شوف الهتافات، وشوف مع كل جول يا الصوت بيرج 50-60 ألف. والله العظيم يا اسلام بالظبط كده، بيشيب جسمك طبعا. بيخليك انت كمان عايز تنزل تلعب. النهارده طبعا انا مشفق على كابتن فاضل الخطيب، ربنا يا رب يرجعونا بالسلامه. انا النهارده ما بيعرفش يتفرج جوه، لا هو واخد على ينزل الملعب. عايز بالظبط، مش عارف ينط، مش عارف. فالفرجه صعب علينا، صحيح. فهو اساله ينزل يلعب. فحقيقي والله، فانا عايز اقول لك النهارده ثلاث مباريات اسلام، عايز حلقات وحلقات عشان نقدر نقيمهم فنيا وبدنيا وتكتيكيا واستراتيجيا لمستر كولر في اداء المباراه، ولعيبه روح الفنانه الحمراء والصفات الاراديه. فعلا لعيبه النادي الاهلي اثبتت في الثلاث مباريات دول ان هم في حته تاني. معدن جميل ومعدن مخلص، ولعيبه بتحب ناديها، ولعيبه سطرت تاريخ لنفسها. فهنيئا بيهم بصراحه. انا بعتبر ان الجيل ده من افضل الاجيال. يمكن احنا سنه 82 فتحنا البطوله الافريقيه، لكن دول سطروا بقى، عوضوا بقى كل الكلام ده كله بصراحه. يعني فانا تحيه خاصه طبعا للعيبه النادي الاهلي، البعثه ككل، مجلس اداره الملفوف حواليهم، وصبرت بشكل كبير جدا في ظهر اللعيبه وفي ظهر الراجل كمان. بحيي مستر كولر على الاستراتيجيه اللي اختارها في جميع الثلاث مباريات، ويمكن ثبت التشكيل اللي احنا طلبنا به كذا مره اسلام. قدر الراجل الحمد لله ان هو في الثلاث مباريات يبقى بيحط تشكيل ثابت، تشكيل بيجمع بين الخبره ولعيب الوسط والدم الجديد. طبعا بنحيي طبعا كوكا اصغر لاعب في الفريق بالاداء المتميز اللي ظهر بيه. طبعا بحيي كل اللعيبه الخبرات اللي موجوده والجهاز الفني، ونتمنى لهم ان شاء الله باذن الله يشرفونا كمان في البطوله القادمه باذن الله، بطوله السوبر الموجوده في المنطقه. هنكمل كلامنا مع النجم الكبير كابتن ماهر امام ومع دكتور احمد ثابت، ولكن واحد من اصحاب الفرح الحقيقه خالد بيبو مدير الكوره للنادي الاهلي ماذا قال بعد هذا التتويج، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه.